هذه الفقرة المعتادة المحببة جدا إلى قلبي وقلب حضراتكم بكل تأكيد، كريم سعيد وأمير عبد الحليم. كريم، صباح الفل. صباح الفل كيمو، صباح الفل لكل مشاهدي القناة الأولى، وربنا يستر. ربنا يستر. أمير، مشرف ومنور، صباح الفل. صباح الفل يا كيمو، الشرف ليا، وطبعا مبسوط إن أنا معاك ومع كيمو حبيب قلبي. حبيبي حبيبي، ربنا يستر على إيه فيهم؟ السنغال أو في غيرها؟ ولا كوت ديفوار؟ لا، كنت بص كوت ديفوار يعني عارف. والله يا كريم، احنا كوت ديفوار لما تبص على يعني على السجل التاريخي بتاعنا معاهم دايما احنا عندنا في تفوق. انا فعلا كان اخر حد متوقعه السنغال. يعني تقول لي يعني بص اي حاجه الا السنغال. شوف حتى الجزائر، يا سبحان الله، الجزائر قبل دور المجموعات وبنقول يا بلاش جزائر، جزائر حلوه، جزائر كويسه قوي، ماشيين بشكل كويس، و35 مباراه بدون هزيمه والدنيا ممتازه. بس عارف المستوى اللي انت شفته في دور المجموعات يخليك تقول ان الموضوع في كومبيتيشن، في منافسه، يعني ممكن نروح ونيجي مع بعض. السنغال ما يعني مش عارف والله امي، لا السنغال انا عارف بص اللي هو ايه ضلمت بصراحه. انا كنت عايز ابعد عن المغرب والسنغال بصراحه. والله يعني انا الاسمين دول كان نفسي ابعد عنهم. انا زيك، انا المغرب والسنغال، وبصراحه الجزائر اكتر. ليه بقى؟ انا كنت خايف من الجزائر ليه اكتر من المغرب والسنغال. قبل البطوله انت قلت البطوله خليتك تطمن شويه للجزائر. انا خفت اكتر بقى ان هم هينزلوا، هم بوظوا الدنيا في كاس الامم الافريقيه. صح، فهينزلوا في تصفيات كاس العالم. لا يعني هنكسب. فدي كانت قلقانه. لا وانت بتتكلم في ايه؟ المونديال دايما احنا فعلا دلوقتي في توبك طالع بقاله كام يوم وفعلا شكله منطقي. ان احنا شفنا بطولتين يا كريم، بطولة العربية اللي كانت في قطر كان معظم فعلا لعيبه محليه، وشفنا كان معظمه مبني على اللاعبين المحترفين، واللاعبين المحترفين غزوا المنتخبات دي بعد ما انت شفت لهم مواجهه للاعبين المحليين. صح، فبيني وبينك فعلا في توبك طالع يقول لك لا خلي بالك فعلا المحترفين لما بيخش مره واحده على سيستم منظومه محليه ماشيه ربما تحس بعدم الاتزان. في عدم اتزان كده بيحصل. طبعا وضعا في الاعتبار لازم برضو اقول ان فعلا اجواء اللعب في الكاميرون صعب بكل امانه، محدش يحسها من التلفزيون. لازم تبقى هناك عشان تحس ان الرطوبه مقصره والارض مقصره والجو هناك فعلا. وعشان كده المنتخبات الافريقيه هي الاكثر يعني ابداعا في البطوله لغايه دلوقتي. حتى المنتخب المغربي شفناه في ماتش الجابون رغم برضو عدم وجود اوباميانج ولامينا واثنين الكبار بتوع المنتخب. الجابون اللي كانت اقرب. يعني الجابون كانت اقرب تعبان. طيب ايه طيب المخرج بتاع التفاؤل؟ يعني هو كريم كده وقال لك ضلمت لما لعبنا السنغال، هو جه ضلمها في اول الفقره اساسا. ان هو خوف. ايه بقى الحته اللي ممكن نروح منها لتفاؤل؟ طيب بص، هو عامه ماتشات النوك اوت دي انا بفصلها عن الماتشات المجمعه. يعني زي ما قال كريم كده، انت لما انت بتتفرج على البطوله من التلفزيون غير لما تعيش اجواء البطولات المجمعه. انت لازم تتعامل مع ارضيه معينه، جمهور معين، ممكن تتعامل مع ايقافات ما تبقاش درجات موفق. حراره ولا قدر الله اصابات كورونا. كمان كورونا دي تحديدا، يعني ادينا شايفين مثلا منتخب تونس فقد 12 لاعب ضد جامبيا النهارده، جزر القمر 12 لاعب ضد الكاميرون. لا طبعا البطولات المجمعه مختلفه. ماتشات النوك اوت او الماتشات الفاصله دي ظروف تانية خالص. انت محتاج ان انت تبقى موفق في ماتش واحد بس. انا معاك في ان انا بصراحه قبل كاس الامم كنت عايز العب الجزائر بصراحه. وكنت شايف ان هي هتبقى فرصه حلوه حتى كمان للعيبه، لان انا بص انا لما بتبقى الماتش سهل بصراحه بقلق. صح، ولما بيبقى صعب ببقى متفائل. يعني انا مثلا متفائل بماتش كوت ديفوار ان شاء الله. انت عارف احلى مباراه لعبناها في كاس العرب كانت ايه؟ ماتش الجزائر. بالظبط، يعني هو لازم نلعب بقلب وروح عشان نعرف نادي غير كده مش. وماتش الجزائر رفع طموحات الجمهور قوي. وبعد كده جه ماتش الاردن لما احنا طبعا بقى رايحين وفرحانين هنلعب الاردن والجزائر لبست في المغرب، فروحنا لعبنا الاردن. كانت الاردن هتعمل معانا يعني موقف مفاجاه كبيره، فابتدت الثقه تتهز تاني. ومن وقتها والثقه لسه مهزوزه لحد دلوقتي، لسه ما استردناهاش. انا كنت شايف ان انا بحكم اللي انا اتفرجت عليه مع الجزائر ان الجزائر فيها دروب كبير جدا. دروب يخليها تنافس مع بوركينا فاسو لحد الماتش الاخير من التصفيات. وان بوركينا فاسو تروح مصطفى تشاكر تتعادل 2-2 ده معناها ان الجزائر عندها مشكله كبيره جدا. فانا كان نفسي لعب الجزائر. بس اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان الجزائر خرجت بشكل يعني اسوأ شكل ممكن من كاس الامم. فدلوقتي منتخب الجزائر ما صعدش كاس العالم 2018، خرج بالشكل ده من كاس الامم. ففعلا الماتش الجاي ده ماتش ناري. صح، ناري. صح، يعني هيبقى فعلا ماتش ضرب نار. صح، فانا كنت عايز ابعد عن الجزائر النهارده. كنت عايز ابعد عن الجزائر، بس في نفس الوقت برضو
كنت عايز ابعد عن السنغال، كنت عايز ابعد عن المغرب. بس بما اننا خلاص جينا في السنغال، تونس ومنتخب نيجيريا كمان كنا المفروض نبعد عنه. نعم بنعد نفسنا. دي بقى النقطه، دي النقطه اللي كنت، دي النقطه اللي كنت هجيها لك. ان هو احنا كده ولا كده خلينا معترين، احنا تصنيف تاني صح. فاكيد في مواجهه قويه. تمام، ما دام المواجهه القويه دي بعدتنا عن المنتخبات العربيه فانا عندي احساس ان احنا ممكن نتعامل كويس. ممكن نعرف ان احنا على الاقل ان شاء الله ربنا يكرم نحقق نتيجه ايجابيه هنا في القاهره، ونروح بقى هناك كروش احنا جايبينك ليه؟ صح. علشان خبرتك في الصعود لكاس العالم. لا عشان انت كل يوم بتطلع تقول لنا انا جاي عشان تصفيق عشان كاس العالم. اهلا وسهلا، اتفضل اتفضل قول لنا النتيجه ايجابيه. عمر بس القصه بتاعت المنتخبات العربيه دي احنا بعدنا عنها. انا فاكر في تصفيات كاس العالم 2014 لما بعدنا عن المنتخبات العربيه وخبطنا في غانا حصل اللي حصل وقتها. طيب لا انت كده اللي انت كده اللي بتديش الناس الزباله، بس انت اللي انت خليتنا افتكر. طيب منتخب السنغال ان شاء الله لما نيجي نلعبه ايه اللي يقلقنا من منتخب السنغال كمنتخب؟ اقول لك بص يا كريم، مشكلتنا طبعا هنتكلم ان احنا في عصر الكوره فعلا في الانتصارات في التصفيات اللي من النوع ده بيبقى 70% منها كوره. يعني فكره الحظ والكلام ده صعب، لازم تشتغل طبعا. ولازم تستعد ولازم تقرا الخصم بتاعك كويس. مشكله المنتخب السنغالي، ندي كام رقم كده من البطوله الحقيقه، بنتكلم على منتخب لعب 3 مباريات في دور المجموعات 270 دقيقه كلين شيت. تمام، حتى ايفي اللي هو كان صعد لدور الثاني بهدف وحيد، لكن طبعا زي ما احنا الظروف اللي قلناها على جميع المنتخبات تنطبق برضه على منتخب السنغال وعلى كله. لكن بكلمك على 270 دقيقه كلين شيت. تمام كده، منتخب يملك افضل حارس مرمى في العالم السنه دي مندي. منتخب يملك واحد من افضل المدافعين في افريقيا في الوقت الحالي خليل كوليبالي. بنتكلم على وسط الملعب ادريسا جاي وكوياتي واسماعيل صار. قدام حدث ولا حرج، بتتكلم على كيتا بالدي وبتتكلم على ساديو ماني. طيب مشكله بقى كيتا بالدي كمان كان قاعد على الدكه في ماتش ملاوي. سيبنا اكمل لك بالله عليك، استنى بس دي الاسامي ما كانش على الشغل لسه. لا حول ولا قوه، نبصينا لبعض فخلاص اللي هو استنى طب كنت خبي علينا. بجانب الاسماء دي بقى تعالى نشوف هم، انا بشوف ان اسلوب لعبهم ما يتطبعش علينا. اديك بقى حتايه من تنس الطاوله بما ان احنا ايه بنعمل مقارنات حلوه كده. في تنس الطاوله بيقول لك ايه، طبعا لعبه فرديه ففي ناس احرف من ناس، بس في ناس لعبها متطبع على ناس. يعني ايه؟ حتى ايفي لو هو اضعف منك بس هو لعبه يعني مزعج ليك لانه متطبع عليك، هو بيعرف يلعبك. احنا بقى انا بشوف ان اسلوب لعب منتخب السنغالي ما يناسبناش. ليه؟ منتخب بيلعب هاي لاين ديفنس وبيضغط بطول الملعب، كل هجومه عن طريق الاطراف، ما بيهاجمش من العمق. احنا اصلا مشكلتنا، اكبر مشكله بتواجه منتخب مصر من ساعه هيكتور كوبر، ازاي هنامن الحته الدفاعيه ورا محمد صلاح؟ ازاي هنامن الحته الدفاعيه ورا محمد صلاح؟ يا عم كروش لاعب زيزو ما تلعبش عبد الله السعيد. دي الازمه بتاعتنا. فمشكله ان المنتخب السنغالي، وحتى برضه هنشوفها في ماتش كوت ديفوار يوم الاربعاء، ان المنتخبات دي النهارده بقت بتلعب كل هجومها من عن طريق الاطراف، مطير الاثنين فول باكس ومعاه اثنين جناحين كويسين، فعندك اربعه. هتواجههم ازاي؟ انا شايف طبعا، انت سالت امير السؤال اللي هو المفروض نقوله للناس، ايه بركه الامل؟ بركه الامل بكل امانه والله قدام كوت ديفوار وقدام السنغال، اوعى تلعب على الاستحواذ. سيب لهم الكوره، العب على الكاونتر اتاك ودافع كويس، بس فعلا العب كوبر يعني مش شويه بس لا انا اقصده انت فعلا سايب الكوره، سايب الكوره تماما، مش مالكش دعوه بيها، ما فيش بنى هجمه زي موسيماني كده، لا سيب الكوره بس هاتهم عندك. وانس دخل نص ملعبك الضغط، ما ينفعش حد يتمشى، ما ينفعش حد يتمشى خالص. لازم تضغط جامد جدا وتقطع كوره وتتحول للهجوم بسرعه. هو ده في وجهه نظري الاسلوب الوحيد قدام كوت ديفوار وقدام السنغال. كاتب حاجات حلوه قوي انت عن مصر والسنغال، شايفهم انا من بعيد كده مش ولو عارف. كمان جاي لك بقى ومصر وكوت ديفوار وحاجات، بس انا عاجبني ان كريم قال حاجه بصراحه انا كنت عايز اقولها، ان فعلا السنغال وكوت ديفوار متشابهين جدا 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 في الحته دي. فكره الفول باكس الطايرين، وفكره ان انت معاك وينجين المفترض ان هم صراع، فهم دايما داخلين لك من الحته دي. ورغم ان هم فعلا عملوا رقم قياسي الحقيقه، ان هم يوصلوا لدور ال 16 بجول واحد بس ومن ضربه جزاء، ده رقم ما حصلش من زامبيا 94. وقتها كانت المجموعه فيها 3 فرق، وطبعا عدد الفرق ما كانش 24. فطبعا السنغال رقم قياسي ان ده يحصل، بس معدل تسديداتهم 12 تسديده على المرمى في الماتش الواحد.
يعني هم هجوميا دايسين بنزين، كان حظهم وحش شويه بالظبط انهاء الفرص بقى. ما احنا برضو احنا نفس الكلام، احنا عندنا برضو مشكله في الفينشنج يعني. فالسنغال زي ما قال كده كريم هو منتخب قوي جدا. هم عندهم لاعب وورلد كلاس في كل مركز يعني. أيوة. يعني في لعيبه انت ممكن تقول اه والله طب ما ايه المشكله عادي، ما احنا قبل كده كوت ديفوار وكان معاهم دروجبا وكان معاهم عبد القادر كايتا وكان وكنا بنكسبهم، والكاميرون نفس الحال. بس هم عندهم لاعب وورلد كلاس في كل مركز. انا بقى مش هكلمك على اسماعيل صار، ممكن بقى تقول لي يا عم ده بيلعب في واتفورد، ممكن احمد حجازي يقوم بيه. مش هكلمك عن شيخ كيواتي، ممكن برضو تقول لا برضو عندنا حد في نص الملعب ممكن يعني. بس في النهايه الاسماء اللي قالها كريم اللي هي ادوارد مندي، خليدو كوليبالي، ادريسا جانا جايه، ساديو ماني، دي اسماء وورلد كلاس، دي اللعيبه اللي انت المفترض عليها نجمه وهي جوه الملعب. وطبعا عندهم كمان عبدو ديالو برضو في باريس سان جيرمان في خط الدفاع. فاللي انا شايف ايه من الماتش ده، اللي انا شايف الماتش ده ان احنا لازم نامن بفرصنا، ولازم انا برضو بشوف ان فكره اللي هنلعب الاياب في مصر ولا هنلعب الاياب في داكار دي مش مشكلة كبيرة. لأن مثلا يعني احنا لعبنا الإياب ضد غانا في القاهرة بس كنا خسرانين 6-1 هناك، فما كانتش فارقة. فانت عندك لو أقول لك حاجة، هي بتفرق جدا لو بتلعب فعلا منافس عربي. بالظبط، يعني لو هتلعب الإياب مع منافس عربي على ملعبه ممكن تفرق معك شوية. فاحنا بنتكلم على ان انت لازم 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 ان شاء الله في ماتش القاهرة ده تخرج كسبان. ملهاش ما ينفعش تروح هناك وانت مطالب ان انت تكسب. ما ينفعش تروح هناك وانت مطالب ان انت تعوض جول دخل فيك لا قدر الله، ان انت مثلا 1-1 فعايز تروح هناك تكسب. عشان مش هيحصل، عشان ما يضلش علشان هيبقى صعب. بلاش نقول مش هيحصل، هيبقى صعب. لا اصل انا بحب ابقى واقعي في حته ايه، انه مش عايزين نتحط في الموقف اللي هو بتاع تعالوا نحلم، ولو جبنا جون في اول ربع ساعه وبعد كده عوضنا في الثلث ساعه الاخيره، نقعد نحلم الاحلام اللي احنا بنعيشها طول عمرنا وما فيش واحده فيهم اتحققت لما نكون خسرين خساره كبيره لا قدر الله او متاخرين. ما بتحصلش يعني، الواقع بيقول انها ما بتحصلش، الاحلام والكره بتقول انه ممكن يحصل لكن ما بالزبط. بتحصلش. فخلونا زي ما انت قلت مواجهه القاهره دي تبقى حاسمه بالنسبه لنا. لازم بصوا، عايزين كمان نفتكر ان سنه 2002 السنغال ما هي وصلت كاس العالم وكان عندهم جيل. انا بصراحه شايف ان الجيل بتاع 2002 ده افضل صراحه يعني. وفكره حتى كمان مش افضل بس جوه الملعب، افضل كمان على مقعد قياده الفريق. يعني برونو ميتسو اكيد مدرب مخضرم اكتر بكتير من اليو سيسي. فاحنا عملنا ايه في 2002؟ كسبنا هنا بجول ميدو، وبعد كده عملنا جيم دفاعي هايل جدا. يعني الماتش ده انا فاكر ان كان حضره بلاتر، وخرج بعد الماتش قال الماتش ده لو اتعاد مليون مره السنغال هتكسب. طبعا انا فاكر الحاج ديوف مثلا تقريبا شاط على الجول 33 40 كوره يعني. بالزبط. وكان بيلعب لوحده، وكان كابتن نادر السيد كان مان اوف ذا ماتش. كابتن نادر السيد شال بلاوي الماتش ده. بس جبنا جول ومن تقريبا من الهجمه الوحيده راسيه من ميدو، وبعد كده قفلنا بشكل كويس جدا، وكابتن جواري كان عبقري في الموضوع. طيب. ده وهناك اتعادلنا 0-0. المقارنه اللي قالها امير فيما يخص السنغال 2002 والسنغال دلوقتي، برضه في ناس تقول لك، وده كلامي على كوت ديفوار، ما كوت ديفوار يا جماعه 2008 احنا كسبناها بجيل افضل من اللي موجود دلوقتي وكسبناهم 4. كريم بص، المقارنات دي كلها في وجهه نظري هي غير منطقيه. ليه؟ لازم نسال نفسنا السؤال الطبيعي، هو احنا اصلا دلوقتي ايه مشكلتنا؟ بكل امان، هو احنا مشكلتنا في القائمه؟ هل احنا عندنا مشكله في القائمه؟ ابدا. انا افتكرت هتسالني سؤال يعني اصعب من ده. إيه كنت هتخليني اتفاجئ. لا قول. تمام، هو يعني هو الجيل بتاعنا احنا في 2008 هو الجيل بتاع لا بالظبط. لا بس مش دي الفكره. احنا قائمتنا في الوقت الحالي كلنا نتفق ان دي اقوى قائمه لمنتخب مصر من سنه 2010. مفيش منتخب لمصر او مدرب مسك مصر من 2010 من سنه كده حسن شحاته لغايه دلوقتي استحوذ على قائمه تحت ايده زي القائمه دي. راح حتى هيكتور كوبر اللي وصل فاينل كان 2017 ورجعنا مونديال بعد 30 سنه من العقده، ما كانش معاه نفس السكواد اللي مع كيروش في الوقت الحالي. بالتالي المشكله انا بتكلم عليها، المشكله عندنا احنا عندنا ازمه ثقه مع اسلوب اداره المنتخب المصري. هذه الازمه اللي عندنا ومخليها عندنا. وعارف يا كريم النهارده يعني قعدت افكر فعلا، واحنا ليه بجد ايه مشكلتنا مع كيروش؟ كل حاجه هو مش مدينا امان في تصريحاته. تصريحاته فعلا غريب، حتى الكلام هو كاتبه على تويتر امبارح. يا عم انت فين؟ انت في عالم موازي، انت مش معانا ولا ايه؟ انت ليه بتنظر؟ بجد والله يعني اشتغل، فكك من الجو بتاع الميديا مان اللي انت عايشه ده. دي مش شغلانتك، مش مشكلتك. ده لو كان هو يعني اللي معاه حساب تويتر أي كان. يعني ده راجل عنده 70 سنه، ما اعتقدش ان هو ماسك تويتر هو اللي بيكتب. بس يعني هو لازم يعرف اللي حواليه ان المسج اللي طالعه من الاكونت اوفيشال بتاعه، اكونت رسمي بتاعه، هيوصل للجمهور ان انت بتتكلم زي فيتسو موسيماني في النادي الاهلي، زي اي حد
بيتكلم بلسان الايه اللعيب او المدرب. وبالتالي انا بشوف ان احنا مشكلتنا اوكي كوت ديفوار قويه والسيرفرات قويه، احنا على المستوى الفردي قائمه كويسه، بس احنا مش واثقين ان احنا نقدر نطلع الشغل اللي يخلينا نقف قدام الناس دي. وعشان كده بقول لك النهارده سالتني ايه الحل، والله يا كريم والله والله العظيم ما في حل غير انا قلت لك ده. احنا لو لعبنا اوبن جيم مع كوت ديفوار او مع السنغال هيبقى في ازمه كبيره. طيب كوت ديفوار بقى تمام نتعامل معاها ازاي؟ طيب واحنا بنتكلم كده ممكن نعرض الحالات. يلا تمام. بص يا كوت ديفوار الحقيقه انا ايه، انت عارف موقع هوسكورد طبعا؟ طبعا. وهو موقع واغلب الناس بتتفرج علينا اكيد عارفاه، وخلاص موقع متخصص في الاحصائيات وبتاع. فانا قلت كده خليني ادخل اشوف ايه تقييمهم لمنتخبات البطوله. فهم تمام ممكن يدوا لك مثلا تقييم لمنتخب كوت ديفوار يخليهم في المركز الخامس مثلا في التسديدات، يخليهم المركز الثاني في التمريرات. المهم ان بيبقى في الاخر خالص في ريت عام، يعني في تقييم عام. فتقييم العام ده كوت ديفوار هي افضل فريق في البطوله. الله. بالنسبه لهوسكورد تمام. بس في حاجه بقى غريبه جدا. بص هو ده عامه دي الحالات الهجوميه لمنتخب كوت ديفوار، وده اللي كنا بنتكلم فيه انا وكريم، ان هم دايما مطيرين الفول باكس عندهم بصراحه اثنين عندهم رجل ما شاء الله في التمريرات مظبوطه، فرانك كيسي وبالنسبه لي نجم البطوله ابراهيم سانكري. الحقيقه الراجل ده رجله مسطره على طول، بيروح مطلع جرادل وبيروح مطلع نيكلاس بيبي. فمثلا انت شايف دلوقتي كريم عنده كام زاويه للتمرير يقدر يمرر بيها؟ عنده هالر فاتح، عنده جرادل فاتح، وعنده الفول باك فاتح، ده من ابراهيم السنجري تمام. فنكمل الحالات، بتروح الكوره بيلعب الكوره لجوه منطقه الجزاء، وبعد كده الكوره دي بتنتهي ان هي هدف تمام. دي بس دي حاله دفاعيه، دي مش حاله هجوميه يا جماعه تمام. دي الحالة الدفاعية بنفس الشكل برضو اللي كنت أنا وكريم بنتكلم فيه، إن مع برضو فكرة إن أنت لما بتطير الفول باكس بتاعك بيبقى عندك مشكلة في ورا الباك، فدي دايما المشكلة اللي ظاهرة عندهم. سيرجيو أورير بيتضرب بسهولة جدا، فسيرجيو أورير بيتضرب وبيقدر لاعب سيراليون إن هو يستلم الكرة براحته جوه منطقة الجزاء وبيسجل في النهاية. الحالة اللي بعدها ده في ماتش غينيا الاستوائيه، نفس المشكله برضو ورا سيرجيو أورير، المساحه وراه، وبرضو في نفس الوقت المهاجم بتاع غينيا الاستوائيه خاطف مدافع كوت ديفوار وداخل بيه، فبيقدر يفتح مساحه للراجل الوينج اللي يتحرك. فانا متفق مع كريم جدا ان احنا نسيب الكره لكوت ديفوار ونبتدي ان احنا نركز ازاي ممكن نوصل الكره ونستغل بسرعه. بس بصراحه انا شايف ان احنا مشكله في فكره السرعه او فكره اتجاه التمريرات. احنا دايما تمريراتنا اتجاهاتها يا اما عرضيه يا اما لورا، فلازم التمرير بسرعه جدا لمحمد صلاح والعمر مرموش عشان نستغل سرعه محمد صلاح ونستغل الورك ريت بتاع عمر مرموش. دي حالاتهم الهجوميه كلها يا كريم نفس الطريقه، ضد سيراليون وضد الجزائر نفس طريقه اللعب. دايما فرانك هيسي وسانجري بيوزعوا الكره بشكل كويس جدا، بيفتح لهم جرادل، بيفتح لهم نيكلاس بيبي، فدايما عندهم القدره ازاي هم يخطفوا اللاعب الباك بتاع المنافس ان هو يخرجوه من مكانه علشان الوينج يتحرك في ظهره ويستلم الكره براحته ويشكل خطوره. فهو ماتش مهم جدا جدا بالنسبه برده لعمر كمال وبالنسبه لاحمد فتوح وبالنسبه للاعب الوسط اللي المفترض ان هو هيأمن ورا محمد صلاح ورا عمر مرموش، واللي اعتقد ان هو هيبقى عمرو السوليه طبعا ناحيه صلاح، دي ما فيهاش كلام. مش عارف بقى ممكن الراجل يفكر يبتدي بحمدي فتحي ماتش زي ده على حساب عبد الله السعيد، ممكن ده كان سؤال ليك يا كريم. يلعب بالثلاثه اللي هم حمدي فتحي عمرو السوليه محمد النني، ولا يسيب عبد الله السعيد في التشكيله، ولا يحط زيزو في التشكيله؟ انت شايف الثلاثه اللي في النص تحديدا؟ عشان انا من كلامك كمان فاهم ان الثلاثه اللي في النص دول هيبقى هم الاوراق المهمه جدا في المباراه دي. شوف منتخب الجزائر اكيد مليون في الميه ما حدش توقع ان قبل المباراه اللي احنا شفناها دي ان الماتش يخلص بالسيناريو ده. صح. وما دام الماتش خلص بالسيناريو انت شفته ده يبقى في خطا فني فادح حصل. لان احنا بنتكلم المنتخب الجزائري السكواد بتاعته والقائمه بتاعته قائمه قويه جدا، ما بنتكلمش يعني الناس دي ما ينفعش تتغلب 3-1. انا اسف يعني رافت مين ده كان هيشيله 6 بالظبط تمام. يبقى لازم يكون في خطا فني فادح ادى للمنظر اللي احنا شفناه ده. ايه الخطا الفني الفادح اللي وقع فيه المنتخب الجزائري قدام منتخب كوت ديفوار؟ منتخب كوت ديفوار لو شفنا فيه صوره من الصور جت حط الهاي لاين ديفنس بتاعه زي ما شرحت لمنتخب السنغال، هو نفس اسلوب اللعب. بيحطك اللاين ديفنس بتاعه بيحطه عند دايره نص الملعب، فهنا بيخليك تاخد قرار التمرير فين؟
في 20 او 30 متر يا باشا هنا في اوفسايد جيم لو سمحت اخلص من الهجمه. صحيح. المنتخب الجزائري الشوط الاول كان عنده لا يكل لا مش الصوره دي كانت في الشوط اللي كانت تعادل استوائي حاله دفاعيه حاله دفاعيه كان في هجمه تعادل استوائي بالظبط. لاين ديفنس موجود في نص ملعبه هو ده بالظبط اللي احنا هنشوفه معانا. فانت بالتالي لازم تاخد قرار التمرير وقرار تنفيذ الهجمه بتاعتك في ال 30 متر دول. المنتخب الجزائري كان عنده لا يكل عن ثلاث لاعبين في الشوط الاول ما بيلجاوش للدفاع. ودي واحده من المشاكل ان في محترفين معاك في الفرقه عشان نكون صراحة. الازمه فين؟ الازمه ان المنتخبات دي ما ينفعش تدافع معاها بسبعة او ثمان لعيبه بس. ما ينفعش، لازم ال 10 لعيبه في الملعب كلهم يرجعوا يدافعوا. وبالتالي احنا عندنا الغلطه اللي المنتخب الجزائري وقع فيها ان الشوط الاول كوت ديفوار لعبت في الحته دي وسرعت الهجمه وشفنا هجمات المنتخب بتاعتهم كانت قويه جدا. الشوط الثاني سليماني طبعا جاب الماضي خسرنا 2-0 فراح عامل ايه؟ يلا بينا يلا يلا نهاجم. راح مازن سليماني فالدنيا بدل ما تتحسن راحت فتحت اكتر فتحت اكتر. يبقى هي دي الغلطه اللي احنا مش نقع فيها. احنا لازم نعمل زون ديفنس. اجابه على سؤال حضرتك سالتهولي لازم نلعب بثلاثه في النص ولا غنى لا غنى عن الاسماء التاليه في وجهه نظري الشخصيه. النني، عمرو السولية، زيزو. ليه زيزو؟ لان زيزو هو اللي هيغطي ورا محمد صلاح. محمد صلاح مش هيقدر يتحمل الحمل الدفاعي قدام زيزو. وفي نفس الوقت انت ما تستحملش ما تستحملش ان برضه صلاح محمد بكل امان ما بيرجعش برضه. فانت كده هتخسر اتنين. عمر مرموش عنده عمرو السولية يا كريم مش هيتحرك من ناحيه الجنين. فاكر برضو لما اتناقشنا الحلقه اللي فاتت في الموضوع دي انت برضو كان كريم وقتها بيقترح برضو فكره ان زيزو يشارك في وجود عمرو السولية. زيزو مش هيشارك في نص الملعب في وجود عمرو السولية. خلص. انا يعني انا اللي انا عارفه واللي انا مدركه ان سؤال ده منتهي. امير هسالك سؤال دلوقتي غينيا الاستوائيه والسودان هل نفس الكاتيجوري اللي احنا بنتكلم عليه على نيجيريا او كوت ديفوار او السنغال؟ طبعا الراجل هيروح يلعب السنغال يا كريم بنفس طريقه اللعب. جاي لك بس هو مش هيغير. يبقى هنا في مقوله حلوه قوي اشوفها على السوشيال ميديا تقول لك ايه؟ لو انت بترتكب نفس الاخطاء وبتعمل نفس التصرفات ومنتظر نتيجه مختلفه انا اسف يبقى مشكله عندك. ما هو جد. هو المشكله في ايه؟ احنا كلنا شايفين ان احنا مش عاجبنا اللي بيحصل وانت لسه زي ما انت ما قايل كده الراجل عايش في دنيا تانية خالص. هو شايف احنا بنحقق اهدافنا. احنا رحنا كاس العرب وصلنا سيمي فاينل وانا ما كنتش مطالب ان انا افوز بالبطوله دي. رحت كاس افريقيا وصلت اهو دور ال 16 ومكمل وممكن عادي اكسب كوت ديفوار وكمل ليه لا. وبرده مش شايف ان في مشكله. امتى ممكن يحصل ان في مشكله؟ ان احنا لا قدر الله نخسر بنتيجه كبيره او ان احنا بقى ساعتها الراجل يتضرب له مفك في اهدافه. فهو دلوقتي شايف ان ثنائيه عمرو السولية ومحمد صلاح هو شايف ان هي شبه هندرسون محمد صلاح اللي في ليفربول وهو مقتنع ان هي صح. وبصراحه يعني انا شفت برده هو لما نزل زيزو الشوط الثاني لعب ما لعبوش يمين. يعني انا برده ايه قلت خلينا نشوف هيعمل ايه. هيجيب السولية مكان عبد الله السعيد لما خرج عبد الله السعيد ولا حط زيزو شمال. فهو مش هيبتدي مستحيل لان ده ظالم لزيزو وظالم لطريقه اللعب وظالم لعمر مرموش. فالحقيقه ان احنا كريم قال نقطتين هنا. بس هو المشكله لما لعب زيزو كمان لعبه شمال فطلع زيزو كمان مش حلو في المركز ده. يعني فاهم طبعا نفسنا فيه ظالم لزيزو ظالم جدا لزيزو. فانا كريم ناخد من كلامه نقطتين. النقطه الاولانيه نقطه ان احنا محتاجين نمرر بسرعه علشان الناس اللي قدامنا دي بتلعب بهاي لاين ديفنس وانت لو اتاخرت ثانيه يا اما هتبقى متسلل يا اما هتبتدي بقى ترجع الكره لورا وتبتدي تديهم فرصه ان هم يرجعوا نظاموا صفوفهم. طيب مين اصلا في المنتخب حاليا يعني بيلعب كره لقدام غير عبد الله السعيد؟ يعني انا محمد النني انا مش عارف برضو لسه لحد دلوقتي ليه بنعتمد عليه كرقم 8. هو الراجل رقم 6 يا جماعه. الراجل رقم 6 وكل ماتش الناس بتخرج تنتقده وتديله اقل ريت ما بين كل لعيبه لانه بيلعب في مركز غير مركزه. تمام. ده محمد النني. فمحمد النني مش هيدي لك كوره لقدام. حمدي فتحي مش هيدي لك كوره لقدام. السوليه هيبقى طبعا مشغول بجبهه محمد صلاح. فهو عبد الله سعيد الوحيد اللي بينقل كوره لقدام. طيب عبد الله سعيد احنا عندنا مشكله ثانيه ان عبد الله سعيد الورك ريت بتاعه منطقي وبحكم سنه قل جدا. فالجبهه دي كده هتبقى مستباحه ان عبد الله سعيد مش هيرجع يدافع لو احمد فتوح شارك او ايمن اشرف شارك. فالجبهه دي فعلا فيها مشكله. فيعني لو احنا بقى لعبنا بحمدي فتحي ومحمد النني انا مش عارف بقى ساعتها هيبقى محمد النني رقم 8. انا برضو شايف ان ده مش حل. فهي هي بصراحه معضله معضله كبيره يعني. جيت اظبط القميص ده. بالظبط. هي معضله كبيره بصراحه. ايه رايك في اللي بيعمله موسيماني في المؤتمر الصحفي؟ يعني شوف طبعا هو ما اعتقدش كان صح ان هو يدخل الامور الاداريه
في العلن العلن قدام الجمهور ونبدا نخش في الجدل، لان سياسه النادي الاهلي وكمان منظومه النادي الاهلي تحت قياده الكابتن محمود الخطيب هي استمرار لنفس منظومه الكابتن صالح سليم الله يرحمه والكابتن حسن حمدي ربنا يطول في عمره. وبالتالي كان لازم مهم جدا جدا بيتس موسيماني يخرج نفسه عن الحته دي. لو احنا في اوكي اكيد اكيد اي مفاوضات تاخد وقت، اكيد اي مفاوضات اكيد في، طالما انت كمان هو اللي قال طالما ان مش انت اللي بتتفاوض ووكيله الاعمال هي اللي بتتفاوض فاوكي يبقى احنا نسيب الامور دي للغرف المغلقه وبالتالي نشوف هتوصل ايه بعد ما نخلص. كل واحد بقى ساعتها يوضح ده الراي العام وجهه نظره. وانا عجبني جدا 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 رد فعل جمهور الاهلي جدا. ليه؟ جمهور الاهلي هو فعلا جمهور الاهلي يعني اكبر مساند لبيتس موسيماني، وفعلا بيتس موسيماني يستحق المسانده لان التجربه فعلا كانت في وقت صعب بعد الرحيل المفاجئ لرينيه فايلر. بس الرد الفعل الجاي النهارده من جمهور الاهلي انه بيحافظ على المنظومه، لا اللي حصل ده مش لطيف، احنا نتمنى ان الكلام ده يظل في داخل الغرف المغلقه. واعتقد ان بيتس موسيماني الرساله دي هتوصل له، لان الفتره الجايه فعلا محتاجه تركيز، لان احساسي املنا في المونديال ده مختلفه خصوصا يعني. مع وجود بالميرس يعني موسيماني غلط في انه هو يتكلم بالشكل ده صراحه في المؤتمر الصحفي، بس في الكلام اللي هو قاله في حته ان احنا داخلين على كاس العالم وبعد كده الاهلي عنده ارتباطات كتيره جدا سواء في الدوري او في دوري ابطال افريقيا، فالراجل عايز يعرف راسه من رجليه. فانا برضو شايف ان ده حق منطقي يتقال طبعا في الغرف المغلقه، ما يتقالش في الاعلام. بس فكره ان هو دي مش اول مره، يعني هو قبل كده عمل برضو حوار خارج مصر واتكلم في الحته دي، مش عاجبني ان هو مرتين ثلاثه يتكلم في الموضوع ده. لو هو شايف ان انا محتاج ان انا اجدد واما احسن موقفي، انا ممكن عادي اكمل مع الاهلي لحد اخر يوم بس ابقى متفق مع نادي تاني، بس ادي مثلا للنادي الاهلي كل المجهود وكل التركيز، مفيش مشكله. بس ده اللي يبلغه مين؟ وكيله الاعمال لامير توفيق او للكابتن محمود الخطيب. انما طبعا ان انت تتكلم في المؤتمر الصحفي انا مش شايف انها كانت خطوه كويسه من موسيماني، وبرده مش شايف النهارده اللي كتبه كابتن محسن صالح على تويتر ان ده كان شيء برده يعني زي ما ده مش كويس ده برده مش كويس. رايك كيف خساره الزمالك النهارده من غزل المحله 3-0؟ الحقيقه يعني انا متفق مع اللي قاله كارترون ان هو متفاجئ بسوء المستوى. احنا كمان كارترون والله اتفاجئنا بسوء المستوى. بس هو مش المفروض يتفاجئ بالظبط. ما انا ما هو ده ردي بقى. انا بقول له انا متفاجئ. انا انت تفاجئ لكن انا مش انت مش المفروض تتفاجئ يعني. انا مش عارف بصراحه هو قال لي ايه في المؤتمر الصحفي بقى. احنا اتفاجئنا احنا كمان يا كابتن. انا مظلوم واحنا كمان مظلومين يعني. فالمفترض ان البطوله دي هي فرصه كويسه جدا للناشئين وللبدلاء ان هم يستغلوها علشان يقدموا نفسهم بافضل شكل ممكن للجمهور وللجهاز الفني. اللعيبه الشباب الصغيره اللي بتشارك لاول مره بتتشاف لاول مره في التلفزيون فعايزه تقدم افضل حاجه عندها. ده بصراحة اللي حصل النهاردة ده سيء جدا بالنسبة لشباب نادي الزمالك. أما بقى بالنسبة للبدلة فهو الزمالك من الواضح إن عنده غياب للعمق في القائمة بتاعته. وده طبعا نابع من فكرة العقوبة الموقعة على نادي الزمالك. فالزمالك الحقيقة في موقف صعب جدا وكارترون في موقف صعب جدا. والنهاردة أنت بتتكلم عن إن في تقارير فرنسية إن أندية فرنسية ممكن تبقى مهتمة بزيزو، إن مصطفى فتحي احتمال يروح السعودية. فدي كلها حاجات المفترض إنها كمان هتقلل من العمق والجودة اللي موجودة في كواليتي القائمة بتاعت الزمالك. فأنا بصراحة شايف إن الزمالك في موقف صعب الموسم ده. المفترض إن هيبقى صعب جدا على الزمالك في التعامل بقى مع الإيقافات والغيابات والحاجات. الله يكون في عون الزمالك. مين أكتر لاعبين لفتوا نظرك في شباب الأهلي في كأس الرد تحديدا؟ يعني اسماء بعينها انت شايف ان دي ممكن يبقى ليها مستقبل مع الفريق الاول في الدفاع؟ مغربي والولد زياد طارق عاجبني جدا. بس هو عنده حاجه لازم يعملها وما يفكرش فيها، لازم يقوي الشق البدني عنده. الشق البدني ده في وجهه نظري هو الفيصل ما بينه وما بين هو فعلا خلال سنتين يعني عارف اللي هو ايه ينتشي. عارف انت يا كريم كده يعني اللاعبين الشباب بيجوا في مرحله زي رمضان صبحي شفناه كان في بطوله وديه في الامارات ولد مش ممكن، كان بس محتاج ان هو سنه او سنتين مع الفريق الاول يبدا ينتشر لغايه النهارده. طبعا رمضان انا في وجهه نظر تاني وبكررها ان رمضان صبحي اتضر تماما بالفتره اللي قعدها في انجلترا انها خسرته المهاره الفرديه اللي عنده. فانا بشوف طارق زياد من نفس النوعيه. بس هو ومغربي بصراحه الاثنين دول اكتر اثنين لفتوا. ومصطفى شوبير مصطفى شوبير عايز ازود فعلا عليه. مصطفى شوبير بص انا اتفاجئت
بقدرته على التمرير. الولد في ماتش الاسماعيلي مرتين ضغط عليه وهو ما عندوش اي مشكله، مره مره باليمين مره بالشمال بنفس الجوده، مره بالشمال صح. فدي مهاره يعني قلما ما بنشوفها في طيب حراسه. عشان خاص الوقت خلص بالنسبه لي، شايف الافضل مصطفى شبير يكمل مع النادي الاهلي الفتره اللي جايه ولا يطلع اعاره؟ لا يطلع اعاره طبعا، يطلع اعاره. هو دلوقتي خلاص هو اثبت جودته واثبت ان هو مشروع لمستقبل للنادي الاهلي صحيح. اللي محتاجه ايه دلوقتي؟ محتاج مشاركات اكتر، والمركز ده تحديدا بصراحه انا بحس ان هو مركز محتاج استقرار. يعني انا مش مع الناس اللي تقول لك ده بيلعب الدوري وده يلعب الكاس، لا مفيش الكلام ده صح. محمد الشناوي لازم يكمل اساسي، ده افضل حارس داخل القاره فلازم يكمل اساسي صحيح. مع النادي الاهلي في كل البطولات. مصطفى شوبير ياخد بقى فرصه مع امير. شرفت ونورت كالعاده، شرف ليا كريم. كريم نورت الدنيا، بشكرك. شكرا جزيلا. شكرا حبيبي. ده كان ختام حلقتنا النهاردة من رقم 10. يا رب كل التوفيق لمنتخبنا يوم الأربعاء إن شاء الله قدام كوت ديفوار، يا رب دايما دايما متفائلين بمواجهة السنغال في تصفيات كأس العالم. أشوفكم يا رب على ألف خير.